بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، المسمى بشرح الصغير لسيدي أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه بأدلته المكية. وما زلنا في مندوبات الصلاة، قد وصلنا فيه إلى نبية القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع سرا، وندب لفظه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا القنوت يعني قنت به سيدنا عمر وسيدنا أبو هريرة وغيرهم من الصحابة، وهو مروي في الموطأ، في موطأ الإمام مالك الذي قال عنه الإمام الشافعي: أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى. فاختار الإمام مالك هذا الحديث، كما اختار الإمام الشافعي وغيره قنوت سيدنا الحسن ابن علي المروي برضه في السنن. قال سيدنا الحسن ابن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أدعو بهن في صلاة الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء مشهور. ده اختاره الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني أهل العلم يقولون إيه؟ يقولون إن الأئمة الأربعة معجزة باقية ودائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل إمام يختار صفة من صفات الصلاة والهيئة أو هيئة من هيئات الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ حديثا من أحاديث الرسول يعمل به، وهذا يأخذ حديثا وهذا يأخذ هيئة، فيعمل بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان واحد بس يبقى كده ثلاثة أرباع السنة تترك، لكن كان المسلمون جميعا يعملون بالسنة. هذا يختار كذا وذا يختار كذا، وكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظ الوارد اللي اختاره الإمام مالك في الموطأ: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، أي نطلب منك الإعانة على تحصيل مصالح ديننا ودنيانا وآخرتنا، ونطلب منك غفرة أي ستر ذنوبنا وعدم مؤاخذتنا بها. معنى ده معنى اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. إلى آخره، أي تقول ذلك حتى تنتهي إلى آخره. قال: ولما كان مشهورا بين الناس قال ما ذكر، قال إلى آخره يعني. وتمام تمام القنوت: ونؤمن بك، نؤمن بك أي نصدق بوجوب وجودك، نؤمن بك، لأن الكفار ينكرون وجود الله، هم هي الدهريون كده، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر. لكن المؤمن يقول إيه؟ ونؤمن بك أي بوجوب وجودك وعظمتك وقدرتك ووحدانيتك إلى آخر عقائد الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
كل ده من مقتضيات الإيمان. ونتوكل عليه. طبعا التوكل تفويض الأمر إلى الوكيل، هذا معنى التوكل. ونخنع لك ونخضع، ونخنع لك ونخلع. ومعنى نخنع أي نذل ونخضع، هذا معنى الخنوع، بمعنى الخضوع والذلة للمولى تبارك وتعالى. ونخلع أي نخلع جميع الأديان إلا دين الإسلام، هذا معنى ونخلع. ونخنع لك ونخلع، ونترك من يفجرك أو من يكفرك. ويفجرك بمعنى يكفر بك، يعني هنا لفظان في الحديث، ونترك من يفجرك ونترك من يكفرك، أي يكفر بك. اللهم إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك بالقصر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، يعني لا نصلي لغيرك ولا نسجد لسواك، يعني الصلاة والسجود مقصوران عليك. وإليك نسعى ونحفد، أي نسعى بالطاعة. ونحفد أي نسرع في الإجابة، يعني لا نتكاسل كالمنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس. هذه معنى وإليك نسعى ونحفد، يعني نسعى بالطاعة ونسرع إليها امتثالا لها. نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد. نرجو رحمتك ونخاف عذابك، علشان ايه؟ الخوف والرجاء، الجمع بين الخوف والرجاء، لأن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كجناحي الطائر، لو لم جناح يسقط، لابد أن يرجو ويخاف. يرجو يعني يحسن الظن بالله ويظن القبول من الله أنه يقبله، وفي نفس الوقت يخاف انتقامه ويخاف عذابه، لأن الرجاء لو نقص يوقع في اليأس والقنوط. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى لابد من الرجاء، لازم، ولا بد من الخوف، لأن الخوف يسوقك إلى الطاعة. يعني إذا لم تخف وقعت في الطمع من غير عمل، يقول إحنا إن شاء الله نخش الجنة حتى ما صليناش ولا حجينا ولا زكينا، ده اسمه إيه؟ طمع. وما أقبح عبدا يطمع في جنة ربه بغير عمل، كيف يجود برحمته على من بخل عليه بطاعته؟ ازاي؟ يبقى لابد من الايه؟ من الخوف والرجاء. ولذلك العلماء قالوا لو وزن خوف المؤمن ورجاءه استوى، يعني الرجاء ما يزيدش علشان ما يوقعش في الطمع ودخول الجنه من غير عمل، والخوف ما يزيدش قوي علشان ما يوقعش الانسان في اليأس والقنوط، يبقى كجناح ايه؟ للطاعه يستوي به. الشباب يغلب الخوف كبر الرجل. لكن يعني العلماء يقولون، علماء العقيده، سيد احمد الترتيب في الخريده قال في حال الحياه يغلب الخوف على الرجل، يغلب جانب الخوف شوية، مش جو أحسن من يقع برضه في اليأس والقنوط. وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنام، يعني بلا توان.
قال ليه؟ لأن الخوف برضو صوت يسوق إلى الطاعة، يغلبه شوية. أما عند الموت والاحتضار يغلب الرجاء على الخوف. ليه؟ لأنه يقابل كريما حليما. ولحديث الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني عند الموت يغلب الرجاء. ليه؟ عشان أنا عند ظن عبدي بي، حديث القدسي الصحيح، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خير بالخير وإن شر بالشر. يبقى هنا مفيش عمل خلاص، لأنه هو محتضر، هو يخرج الروح، مفيش عمل، انتهى العمل. يبقى لابد إيه؟ من إحسان الظن بالله، يعني يظن به الرحمة والمغفرة واللطف. خلاص ما دام ظن هذا يبقى هو عند ظن عبده. قال: إن خير فخير وإن شر فشر، ونخاف عذابك الجد، يعني عذابك الحق الثابت، لأنه أخبر نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فعذابه حق. إن عذابك بالكافرين ملحق، تنفع ملحق وملحق، ملحق يعني يلحق الكافرين، وملحق أي ملحق به، يلحقه الله، يعني تنفع إيه الاثنين. إن عذابك بالكافرين ملحق وملحق، انتك زي ما انت عايز. وندب دعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما أحب. الدعاء قبل السلام من السنة، لكن المشكلة أن معظم الأئمة يعني لا يدعون للناس فسحة للدعاء قبل السلام. مش تجي دوب في نص التشهد تقول السلام عليكم، السلام، ايه؟ ما انت قلت ايه؟ هذه بلوى عجيبة. يبقى إذا أنت مش عارف حدود التشهد ولا عارف إيه التشهد. التشهد طويل يا أخوان. يعني شوف أنت التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لغاية إنك حميد مجيد. بعد كده سيدنا عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: تعوذوا بالله من أربع، يعني لأنه وارد في الحديث إذا يعني إذا تشهد أحدكم فقال كذا وكذا فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يعني بعد انك حميد مجيد تقول ايه؟ تقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اعوذ بك من عذاب جهنم، اعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. شوف كلمة كما يعلمنا السورة من القرآن، ده دليل على ايه؟ على أهمية هذا الدعاء، لأن أصعب فتنة فتنة الايه؟ القبر. يعني الإنسان إذا سقط فيها يبقى ما بعدها أصعب منها، وإذا نجح فيها وثبته الله بالقول الثابت يبقى ما بعدها أهون منها. خلاص، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام. استعيذ، أول ما تستعيذ قول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الايه؟ القبر.
اللي هو التلجلج عند المسألة. قال الملك يقول لك منكر ونكير، ما ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي يعصى فيك؟ يعني تسأل الله ألا يفتنك وأن يثبتك عند إيه؟ عند سؤال الملكين. الأمر مهم. أعوذ بك من عذاب جهنم. شوف عذاب جهنم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا معروفة، فتن كقطع الليل المسلم زي ما انت شايف، وفتنة الممات اللي هي ايه برضه؟ فتنة القبر اللي هي برضه ايه؟ التلجلج عند ايه؟ عند سؤال الملكين. أعادها للأهمية تاني. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال من أشراط الساعة الكبرى. لا موجود. موجود في الحديث ده موجود. سيدنا تميم الداري رآه ووصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم والبخاري الحديث. السيد والد كيف يعني؟ مسلسل. موجود بس مسلسل. وكان صلى الله عليه وسلم في التشهد برضه، خلي بالك في البخاري حديث السيدة عائشة، كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ قال لأن الرجل إذا غرم أثم. لأن الرجل إذا غرم يعني استدان دينا، حدث فكذب ووعد فأخطأ، هذه غرم فأثم، يعني يستدين يستلف من الناس فيقع في صفتين من صفتي المنافقين، يحدث فيكذب، جايالي فلوس، أول ما تيجي فلوس أديك، رميتك بعد يومين ثلاثة، يبقى وعد حدث فكذب ووعد فأخطأ، دي أصعب حاجة، هذه اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يعني أعوذ بك من الدين الذي يوقع في الإثم، وفي عظيم الإثم اللي هو إيه؟ الكذب وخلف ايه؟ الوعد، ثلثا النفاق والعياذ بالله، مش النفاق يعني ثلاث صفات المنافق، ها؟ اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. فهنا الغارم اللي هو بيستلف الفلوس ليحدث ويكذب ويوعد ويخلف، كل ده لازم تستعيذ بالله منه قبل السلام. اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. وشوف الشيخ الترتيب هنا جايب دعوات كده، اسمع. قال وندب اسراره، لان كل دعاء مندب اسراره، الدعاء قبل السلام كالتشهد السنة يندب إسراره، يعني يقول بحركة اللسان أو يسمع إيه؟ نفسه. وندب تعميمه أي الدعاء، يعني دائما اللسان يقول اللهم إنا، يعني الأفضل يعني، لأن وارد طبعا في السنة إذا دعوتم فعمموا فقمن أن يستجاب لكم، إذا دعوتم فعمموا، يعني بدل ما نقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، نقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يبقى انت تدعو وتتمنى هذا لجميع الايه؟ المسلمين. فالدعاء المعمم على وجه العموم اقرب الى الاجابه من الدعاء الخاص، لأنه يبقى فيه حب للمسلمين
والله أعلم أن أنت دعوتك مستجابة تسعد بها آلاف الناس على أجل عين ألف عين تقرأ. الشيخ الدردري رضي الله عنه يقول: وندب تعميمه أي الدعاء عموما، لأن التعميم أقرب إلى الإجابة، لأنه في حب للخير للمسلمين. ومنه أي الدعاء العام، الشيخ سلاح الدردري يديك أمثلة. ومنه أي الدعاء العام: اللهم اغفر لنا والوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعملنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل دي اسمها أدعية عامة تشمل جميع المسلمين. الشيخ يشرح: اللهم اغفر لنا يعني معاشر الحاضرين في الصلاة، ولوالدينا، خلي بالك بكسر الدال أولى، لأنه جمع يعم كل من له عليك ولاد. يعني لما تيجي تقول اللهم اغفر لنا ولوالدينا، يعني ما تخصش الوالدين بس، لو قلت اللهم اغفر لنا ولوالدينا يبقى الأب والأم. لكن ولوالدينا يعني كل من ولدنا او كل من له علينا اولاد، يعني جميع الاجداد، يعني من اول والدك لغايه قبل سيدنا ادم، كل من له عليكم، مش كلكم لادم وادم كلكم لادم. يعني لما نقول لوالدينا يبقى انت فلان ابن فلان ابن فلان ابن ادم. واحد عم يفتخر على واحد قال له اخر اسمك ايه؟ اخر نسبك ايه؟ قال له ادم. يقول له مش تركيب مع بعض، ما تفتخرش عليه. عشان النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لادم، يعني كلكم ينتهي الى ادم. التفاضل عادي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بس يعني ممكن عبد الظفر بتاعه أحسن من سيده ألف مرة، مع إنه ده عبد ده سيد، لكن عند الله ظفره بملء الأرض من مثل هذا السن. اللهم اغفر لنا والوالدين ولأئمتنا، يعني من العلماء والأمراء والخلفاء. ليه؟ لأن الدعاء يعني للأئمة والحكام والرؤساء مهم جدا. سيدنا الحسن البصري كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن الله يصلح بصلاحه آخرين، يعني يصلح الأمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا، أي تقدمنا بالإيمان. وده طبعا مأخوذ من إيه؟ من الآية: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، التابعين وتابع التابعين، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان مغفرة عزما، أي مغفرة يقينية، مغفرة جزما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب وما أخرنا منها، يعني لم نتب، وما أخرنا منها أي من الذنوب، يعني سوفنا في التوبة منها، يعني معنى ما قدمنا وما أخرنا. يعني المفروض أن الإنسان يتوب في الحال، أول ما يسلم يتوب،
التكبير ده ذنب تاني. العلماء يقولون هذا، يقولون التوبة واجبة على الفور لا على التراخي. فلو أذنب ولم يتب كان ذنبا آخر في تأخير التوبة، بدليل اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. أخرنا من التوبة والاستغفار من الذنوب كالذي يترك الصلاة حينما يقضيها يستغفر من تأخير القضاء. إيه اللي خلى الصلاة إلى الآن؟ واحد يقول لك أنا بقضي سنوات عدت، سنوات سبحان الله. يبقى هو يعني يقضي ما عليه من الصلوات ويستغفر الله من تأخير كل وقت حتى أذن عليه الوقت الآخر وهكذا. يعني يصلي خمس صلوات ويستغفر الله من تأخير خمس صلوات. وما أسررنا وما أعلنا منها، يعني طبعا في ذنوب الإنسان يرتكبها في الخلوة فيما بينه وبين الله، وذنوب يرتكبها علانية أمام الناس. وما أنت أعلم به مني، أيوة كل أنت تعرف زي الرياء والسمعة. طبعا الرياء ده بيتسرع للقلب كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والشرك الخفي فإنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب. قالوا كيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. هذا اللي هو إيه؟ ومن كل ذنب أنت أعلم به منه. طبعا ذنب الرياء لا يعلمه إلا الله، فأنت تستغفر منه ضمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ده أعم الأدعية، يعني كما ورد في الأحاديث الصحيحة في أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة السيدة أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وإذا دعا بغيره جعله فيه. إذا دعا بغيره هذا الدعاء يعني لابد أن يجعل هذه الدعوة في الدعاء. يعني إذا الدعاء دائم ومستمر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا من هداية وعافية وصلاح حال وزوجة صالحة، كل ده يعتبر حسنة في الدنيا. وفي الآخرة حسنة، قال لحوقا بالأخيار، يعني قال يلحق بالصالحين. وإدخالا تحت شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا فعلا وقنا عذاب النار، أي عذاب جهنم، أي اجعل بيننا وبينها وقاية، يعني حجابا. ففعلا الدعوة دي يعني أجمع الدعاء، أجمع الدعاء. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في باب الحج، قال ولو دعا بها في الطواف كله لكان حسنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة ما بين الركن اليماني إلى الحجر اللي هو آخر ضلع في الكعبة قبل بداية الطواف، كان يدعو بين اليماني والحجر قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإمام الشافعي قال ولو دعا بها في الطواف كله لكان حسنا. ليه؟ عشان جامع بين الخيرات كلها الدنيوية والأخروية. شوف عاد كلام الشيخ الترتيب الله عنه، وأحسن الدعاء
ما ورد في الكتاب أو السنة ثم ما فتح به على العبد. ما ورد في الكتاب طبعا كثير، أدعية القرآن كثيرة جدا، وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالأدعية التي ذكرناها الآن، ثم ما فتح به على العبد. يعني طبعا الإنسان أحيانا إيه يعني يقول دعاء يفتح الله به عليك، يجريه الله على لسانه. أنا كنت قرأت زمان في أبواب الجنائز يعني أن أعرابيا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف الدعاء، مش عارف يقول ايه، فقال يا رب ان عبدك هذا نزل ضيفا عندي في القبر، وانا لو نزل عندي ضيفا لذبحت له ناقه لنحرت له ناقتي التي لا اكل غيرها. بس مش عارف يعني. فاوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى غفر لهذا الميت بدعوة هذا العبد. ليه؟ لأن الله أكرم الأكرمين. يعني والعبد هيبقى أكرم. طب ما خلى العبد الضعيف ده الفقير ده اللي ما عندوش غير الناقة هيبقى حارم أو ينحرها بمعنى صح. طيب إزاي يعني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود وخالق الجود والكرم وخالق الكرماء. يبقى من باب اولى ان المولى يتكرم عن هذا العبد بايه؟ بالمغفره والرحمه والاكرام. جلال عبدي او ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني ملء الارض، ملء الارض خطايا. تصور انت الأرض ده يعني إيه؟ لأتيتك هي بقرابها مغفرة. يعني من إيه مغفرة؟ مفيش حد طبعا يعمل مساوئ تملى الإيه؟ تملى الأرض. لكن ده تعبير عن الكرم إيه؟ المولى سبحانه وتعالى. كرم واسع ورحمته وسعت كل شيء. بس أهم حاجة يعني كلمة التوحيد. يثبت عليها ويثبت عليها، ويعني هي لا يسكن معها السماوات والارض. يعني لو وضع لا اله الا الله في كفه والسماوات والاراضين وما فيهن في كفه لرجعت بهن لا اله الا الله. هي همش كلمه شو اخذ باب من اليمين مش
هي خلاف الأول بس. اللفتة جت غلط. خطأ يعني. خلاف الأول. فالتيار السلام نفسه وده الركن. يعني ما ينفعش تقول إيه سبحان الله أصلا. أو الحمد لله. لا ما ينفعش. يبقى السلام هو الركن. لفظ السلام. المعرب بالألف والله. لكن اللفتة اليمين دي سنة. الالتفات إلى اليمين سنة. لكن المأموم يقول السلام عليكم اللي هو خلف الإمام. وكذلك لكن الإمام والفس يبدأ بها جهة القبلة أولا. يقول السلام عليكم عندكم يلتفت إليه إلى اليمين. ده بالنسبة لإيه؟ الإمام والمنفرد. وبعدين برضه يلتفت بحيث اللي وراه يرى ايه؟ صفحة العنق اللي هي دي. صفحة الوجه دي كده مع بعض. يعني يشوف المنطقة دي كلها. يعني في بعض الناس يعني ايه السلام عليكم يعني كده يا دوب ودنه بس. ودن اللي صار. ها؟ لا لو رقبة وجعان خلاص. في ألم يبقى اعفو عنه. لكن السنة يعني الصحابي اللي يصف سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته رأينا صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. لأنه هو بهذه الطريقة عم شايف هو شايف الأذن فقط. لكن لما يلتفت كده اللي وراه شايف ايه؟ المنطقة دي. يعني اللي ما يلتفتش قوي يبقى ما جابش السنة. لم يأتي بالايه؟ بالسنة. الواحد السلام عليكم السلام عليكم. يعني حركة بسيطة جدا. يا دوب هنشوف وين؟ وندب سترة لإمام وفز دي عاد يعني زي ما نقول سنن أو السنة دي خارج الصلاة. كل السنن الماضية دي داخل هيئة الصلاة وصفة الصلاة. لكن هنا ندب سترة لإمام وفز على الراحل مستحب يعني يستحب أن يأخذها يعني يضعها الرجل بينه وبين سجوده. وعدها الشيخ في السنن. أما المأمون قال فالإمام سترة. يعني الإمام سترة لمن خلفه. وكل صف سترة لمن خلفه. يعني الصف الأول سترة للثاني. والثاني سترة للثالث وهكذا. جرب السترة يعني لا يجعله المصلي أمامه لمنع النارين بين يديه. عشان الحديث لو يعلم النار ما بين يديه لو يعلم النار ماذا عليه من الإثم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة أجمل الأربعين. أربعين. لكان أن يخف أربعين. خير لهم أن يمر بين. لكن متى تكون السترة مستحبة؟ ولذا قال خشي أي خشي كل منهما مرورا بمحل سجوده. يعني الإمام والمنفرد. إذا صلى في مكان يخاف المرور بين يديه. لكن في المسجد مثلا إذا الإنسان صلى قرب الحائط أو أمام العمود كما كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السوايا في حديث البخاري. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد يبتدرون السوايا يعني يصلون خلفها يجعلونها سترة يعني يجعلونها
مكان السلسلة. أنا عشان لو واحد عايز يمر يبقى يلف للبعض بالنسبة للإمام طبعا بيصلي في القبلة مش هيخاف المرور بين يديه. هو الإمام بيصلي هنا. لكن لو واحد بيصلي في صحراء أو في الزرع يبقى يستحب أن يجعل سترة حتى لو حد جاء يعدي بعد السترة. لكن في المساجد هنا ما فيش طبعا خشية المرور إلا اللي هيصلي عند الأبواب. وده ممنوع يصلي. لأنه لو صلى عند الباب هيأسى من إيه؟ المصلي كما سيأتي ولا يأسى بالمرء. لأنه ما يخش المكان إلا الباب، يخش من إيه؟ يخش من الحائط. لازم يخش. يبقى الآثم هو إيه؟ الآثم هو المرء، هو المصلي وليس المرء. الخشية يقول أن مرورا بمحل سجودهما فقط على الأرجح. يعني متى يأسى المرء؟ إذا مر في محل السجود. يعني مثلا المصلى دي المكت ده كله مصلياتها زي ما أنت شايف. ده حدود السترة. يعني السترة الخط الأسود ده. يعني أنت لما تصلي لو واحد مر بعد الخط الأسود لا إثم عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلى. ولم يكن أمامه. لو كان أمامه يبقى عادي إلى ما شاء الله. كله أمام المصلي. لكن بين يدي يبقى محل السجود ده الراجح. يعني في خلاف. في خلاف كبير بين العلماء. المراد بين يدي المصلي. يعني منهم قال محل السجود وهو الأرجح. ومنهم من قال مثلا ثلاثة أزرع. ومنهم من قال أكثر من هذا. قال 20 زراعة. يعني اللفظ يحتمل. لكن الراجح بالشركة الأرجح محل السجود. والآن يعني كل يعني السجاد والمكت الآن مرسوم على يعني حوالي 130 سم تقريبا أو 120 130. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يضع السترة فتمر أو قدر مرور الشاه بعد محل السجود يكون قدر مرور الشاه. مرور الشاه يعني شيء صغير تمر الشاه. وتكون السترة بطاهر. دي يعني استحباب شروط السترة بطاهر. لا تكون من أشياء نجسة. من حائط مثلا أو أسطوانة يعني العظم أو غيره. وكره النجس النجس أسهل. وكره النجس. ويكون وتكون بشيء ثابت. يعني حاجة ثابتة مش متحركة. لا كصوت. يعني الصوت متحرك. والحب والمنديل والدابة غير المربوطة كل ده متحرك. ما ينفعش السترة. ولا خبط في الأرض أو حفرة كل ده لا يصح أن يكون سترة. وأن يكون غير مشغل. يعني ما يخليش صغير أو امرأة أو جل وجه كبير. أو حلقة علم وذكر كل ده مشغل يشغل يشغل المصلي. ما يجعلش هذه الأشياء سترة. لو أقلها أقل السترة أن تكون في غلظ رمح وطول زراعة. يعني غلظ الرمح حوالي شيء وطول زراعة يعني 50 سم أو 58 سم. يعني زي المخزة العالية عالية يعني مقدار 15-20 سم وطولها ايه 50 سم. لو مخدة مثلا سفنج يضعها بين نعم الشيخ هو الشيخ يعني
ممكن الشاب بس يكون كبير غليظ يعني يلف. Thank you.